مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم اكله كلنا بنحبها، حتى الولاد بيحبوها جدا ودايما بيفضلوا انهم ياكلوها في الشارع، بس النهارده انا هعملها لهم بطريقه هيبطلوا فيها اكل الشارع. هعمل لكم برجر بيتي مع مايونيز بيتي كمان. تعالوا نشوف مقاديرنا وخليكم هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي لحمه مفرومه، طبعا عندي ملح وفلفل، عندي جبنه تشيدر شرايح، شرايح طماطم، شرايح خاص، شرايح بصل، صويا صوص، بهارات سبع، فلفل اسود، وعندي عيش بريوش، او ممكن طبعا مكانه نستعمل العيش الكايزر. عندي زبده لتحميص الكايزر، بس انا النهارده هعملها معاكم على الشوايه. للصوص بتاع المايونيز عندي زيت زيتون، 2 بيضه، عصير ليمون، وشويه مستردة، وبس كده. طيب تعالوا اول حاجه نبتدي فيها نعمل البرجر، ولما نخلص البرجر هنعمل مع بعض المايونيز البيتي. طبعا اول حاجه هنعملها ان احنا عايزين نتبل اللحمه بتاعتنا. هننزل عليها فلفل اسود كتير عشان البرجر بيحب الفلفل الاسود فيه، وهننزل بهارات سبع، بهارات مشكله يعني اي بهارات مشكله عندكم، وهننزل الصويا صوص. الصويا صوص هيسرع من سوى البرجر وهيديله كمان طعم وريحه حلوين قوي ولون كمان. هنقعد بقى نتبل اللحمه المفرومه بالتتبيله دي ونخلطها مع بعض كويس قوي، ومن التتبيلة دي بقى هنعمل البرجر بتاعنا. لازم اخلطها كويس قوي الاول. فلفل اسود ريحته باينه اصلا فيها، وصويا صوص برضو ريحتها حلوه قوي في اللحم، والبهارات اكيد هيخلوا ريحه البرجر خطيره، والبهارات المخلوطه دي دايما بتدي للبرجر طعم الشوي، بالذات لو حطيناه على شوايه. النهارده احنا هنحطه على شوايه مع بعض. سلام بقى لو في شوايه كمان فحم، احلى واحلى كده. انا خلطت البرجر، خليني اجيب وانتي تاني عشان نشكله مع بعض. نمسك اول واحده، احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنعملها كوره كبيره، نشكلها كوره، نحطها عندنا، وهننزل على البرجر لحد ما ياخد شكل القوام اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا، انا كنت عامله طبعا نسخه، تعالوا نبتدي نشوي فيها وهكمل دي بقى بعد الحلقه. جيب الشوايه، انا كنت دهناها شويه زيت خفيفه علشان البرجر بتاعنا رفيع مش عايزينه يلزق. هننزل باول برجر، بس اتاكد انها سخنت الشوايه، لو مش سخنه البرجر مش هياخد اللون الحلو ومش هياخد كراست من فوقيه وتحتيه اللي بتمنع ان السوائل اللي جواها تنزل بره. يعني لو ما خدش لون حلو من بره او ما خدش سمك سمك شويه من بره، كل الجوس او كل العصاره بتاعت البرجر بتنزل بره فبينشفه قوي. فأهم حاجة إن الشواية بتاعتنا تكون سخنة. الشواية بتاعتي سخنت، هحط أول واحدة وأجرب فيها كده، طالما في تش يبقى تمام سخنة. نزل البرجر، عايزة أقفل عليها علشان يستوي من الجنبين بسرعة. طيب دلوقتي ممكن نحضر مع بعض خلطة المايونيز البيتي عشان مش هتاخد وقت قبل ما البرجر يستوي. هنحط المستردة، هنحط البيض. طيب احنا هنوقف دي لان البرجر خلاص جاهز مش عايزينه يتحرق، ولسه في خطوه كمان هنعملها ان احنا عايزين نحط الجبنه فوقيه وهو على الشوايه. فخليني احط الجبنه الاول، عشان تلحق تسيح والبرجر سخن. هنسيبها كده
هنسيبها كده على النار لمدة 3-4 دقايق كمان. أنا فتحت العيش، عايزة أوريلكوا العيش أنا فتحته علشان عايزة أحطه كمان على الشواية. نفتح العيش كده كله، خليني أجيب طبق عشان أطلع البرجر فيه. الجبنة ساحت، هنطلع بقى البرجر من على النار، ريحته خطيرة. وعايزة أدهن تاني الشواية بنقطة زيت صغيرة وحمر بقى العيش ياخد لون مكان تحمير البرجر. ندهنه، بصوا الألوان اللي جوه دي مكان تحمير البرجر، هتدي طعم خطير في العيش. هنزل العيش، ممكن نعمل 2 برجر كفاية مع بعض، والباقي أكملهم أنا بعد الحلقة. البرجر خد لون خطير، أو العيش خد لون خطير، خلينا نشيله ونبتدي بقى نعمل صوص المايونيز عشان نركب السندوتشات. خليه هنا كده، ريحته برضو ما حصلتش. نقفل الشواية دي، نشيلها وهحط بقية خلطة المايونيز، زيت الزيتون فاضل والليمون. شوية ملح، شوية فلفل صغيرين أو مش صغيرين، حلوين يعني. ونضرب كل ده مع بعض. حلوة قوي كده، فريش كمان وريحته مختلفة تماما. هجيب بقى، تعالوا نركب بالسندوتشات مع بعض. هجيب الخشبية اللي انا هحط عليها سندوتشات عندي هنا، اجيب ظهر واحد منهم، هحط عليه شوية المايونيز الفريش، هحط عليه خس، بصل وطماطماية. هنحط البرجر دلوقتي وهنحط على وشه شوية تاني من الدريسنج الحلو ده أو المايونيز صوص، وبعدين هنقفل بالعيش كده. أول ساندوتش عندنا، تعالوا نعمل، عايز أحط شوية خس كمان بس عشان يبان عندنا، ياخد له شوية خس كمان عادي. تعالوا نعمل اللي بعده، ظهر الساندويتش، المايونيز، هنحط خس، طماطم، بصل، البرجر نفسه، شوية من الدريسنج أو المايونيز بتاعنا، والعيش. ريحتهم خطيرة بجد، لازم تجربوهم. خلونا نطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق اللي بعده، وخليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وتعالوا نعمل توست لذيذ جدا وحلو، هيبقى حلو قوي بعد البرجر، ونشوف مقاديرنا. خد 300 جرام بندق متحمص، 80 جرام شوكولاته خام، 2 شرايح برتقال احمر، و2 تانيين لبعد ما نعمل الساندوتش، رشه ملح بحر، عيش توست، دي شبه الشوكولاته القابله للدهن اللي احنا بنشتريها بره من السوبر ماركت، بس افيد كتير، ما فيهاش زيوت مضره وما فيهاش اي مواد حافظه، وتعتبر صحيه جدا. وفي نفس الوقت البرتقال هيديها شويه مزازه كده وصوص حلو قوي. اول حاجه هنبتديها
ان احنا هنرضى بالبندق ده في الخلاط كويس جدا. كل ما هنسيبه وقت اطول كل ما هيعمل زي الزبده كده، هتبقى زبده بندق. نقدر ان احنا نخلطها بعد كده على بقيه المكونات وندهن بيها الساندوتش. تعالوا نبتدي اول حاجه بالبندق. هنكمل البندق، بس عايزه اوريكم ان انا كنت حطيت شوكولاته على النار في ميه بتغلي تحتها وهي ابتدت تسيح خلاص، عشان هنستعملها دلوقتي برضه. طيب احنا محتاجين نكمل ضرب في البندق لحد ما يبقى زبده خالص. تعالوا نكمل. عايزه انزله شويه من الجناب عشان محتاجينه يتضرب اكتر من كده. مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي، هقول لكم برده بحمصه ازاي. حمصته ازاي؟ بصوا بقى قوامه اختلف ازاي. بقى كريمه، شايفين كريمه، ما بقاش في اي قطع بندق خالص، حول لكريمة بندق. تعالوا بقى هنزود عليها قطع البرتقال اللي احنا مقطعينها. وهنزود كمان الشوكولاتة اللي احنا سيحناها. الشوكولاته دي خام، ما فيهاش لبن، ما فيهاش مواد، ما فيهاش ملح، ما فيهاش اي حاجه. شوكولاته غامقه ساده، مفيده جدا جدا للصحه اصلا. والبندق حمصناه ان احنا حطيناه على النار من غير اي زبده ولا زيت ولا اي حاجه. بنسيبه، بنقعد نقلب فيه كل شويه على نار هاديه، هيبتدي يغمق القشر بتاعه ويقشر. والباقيين لو ما قشرش كله بنجيب كلينكس ونفركه فيه، هتلاقوا كل القشر وقع فيه. وبعدين نبتدي نخلطه زي ما عملناه. اخر حاجه شويه ملح بحر صغيرين عشان تدي مزازه برده، ما يبقاش طعمه سويت بزياده. كده هايل. عايزه اوريكم الشوكليت لما ساحت بقى لونه وقوامه حلو ازاي. بصوا باين هي فعلا شوكولاته قابله للدهن. تعالوا بقى هنجيب اول توست، هنحط عليه الشوكولاته اول حاجه. كميه حلوه بقى، ما هي صحيه. وبعدين هنحط البرتقال الأحمر وهنحط عليه شوية ملح خفيف خالص. تعالوا نعمل كمان ساندوتش. هنحط شوكولاتة اللي بالبندق فيها البرتقال وملح خفيف. تمام، واحد كمان، اخر واحد. اوكي، نعمل واحد كمان. كريمة البندق والشوكليت. نفرده كويس. برتقال وملح بحر. كده نكون خلصنا السندوتشات بتاعتنا والتوست الحلو. تعالوا بقى نعمل طبق لذيذ جدا
طبق جزر بيخش الفرن سهل وسريع وطعمه في الاخر حلو جدا جدا مع اي انواع بقى، ممكن ناكله حادق ممكن ناكله حلو. وتعالى نشوف مقدار. اول حاجه عندي الجزر نفسه، عندي 3 معالق كبار زيت زيتون، ربع كوبايه عسل، 2 فص ثوم كبير، 1 معلقه بابريكا مدخنه، 1 معلقه كمون، نص معلقه قرفه، معلقه بحر ملح بحر، فلفل اسود وبقدونس مفروم للوش. طيب انا عايزه اجيب حاجه نتبل فيها الجزر اول حاجه، وهنحط كل التتبيله بتاعتنا في الاول مع بعضها. هنحط العسل، هنحط زيت الزيتون، هننزل فيه العسل، طريقه سهله، كل حاجه تحط على بعضها وفي الفرن بيطلع خطير. التوابل اللي عندنا كلها، القرفه من الحاجات اللي هتديله ريحه رهيبه. هنضرب ده كله مع بعضه، نزود بس شويه زيت زيتون، دول مش 3 معالق دول قليل، نقلبهم كويس في بعض او نخلطهم كويس في بعض ثم لحد ما نلاقي القوام طري خالص وبقى زي الكريمه كده شويه. هنجيب بقى صينيه الفرن، هنحط عليها، ممكن نحط عليها التتبيله الاول، شويه من التتبيله، نفردها شويه طبعا عشان فيها عسل فهي واخده قوام تقيل شويه. هنحط الجزر فوقيه، هننزل بقيه الخليط على بقيه الجزر، هتخش الفرن على درجه حراره 180 من غير ما تتغطى. وطبعا انا كنت عامله نسخه، تعالوا ندخل دي الفرن واوريكم النسخه. دي النسخة بتاعتي، حطيت عليها شوية ملح بحر وهحط عليها كمان شوية بقدونس بس كده بالهنا. عملت لكم النهارده البرجر البيتي بالمايونيز البيتي، وعملت لكم توست الكريمة القابلة للدهن، وعملت لكم الجزر في الفرن بالعسل. طبعا عايزاكم تجربوهم التلاتة وتقولوا رأيكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من طعم ولون.